بسم الله. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه بوكسشر ارت، BICS ارت. البرنامج ده بيشتغل على التابلت، بقول له انا عايز صورة، او ممكن اقول له انا عايز اصور صورة، وبعد كده اختار. تلاقي عندك حاجة تحت هي ممكن ترسم مثلا درو. تمام، اشكال كتيرة، مكتبة كبيرة اوي من الاشكال. اقول له اوكي وابدا ارسم اللي انا عايزه. اهوت ممكن اقول له لا ده انا عايز مؤثرات تانية. عايز مثلا عندي كليب بورد، عندي ان انا اديله مؤثر التعديل في الإنارة. هو في مكتبة من التعديلات كبيرة جدا. ممكن أقول تكست، ده بيقول لي الأشكال الفونتات اللي أنت ممكن تختارها، وتختار اللون، تكتب اللي أنت عايزه هنا. الشكل ده.